للأسف الفيديو ده ممكن يأثر على شغلي وعلى محتوايا وعلى محتوى أي حد بيتكلم في مجال التجميل والسكين كير، ولكن كلمة حق وقرار لازم ناخده. من النهاردة مقاطعة لشركة لوريال، مش هشتري منهم منتج جديد، مش هستقبل منهم أي هدايا، مش هشترك في أي حملات تخص الدعاية ليهم، مش هحضر أي ايفنت ليهم، مش حتى هستخدم أي منتج ليهم في الجلسات، ولا هوصفهم لأي حد. اليومين اللي فاتوا كنت مشغولة إن أنا قاعدة أدور ورا الشركات المقاطعة اللي تخص مجالي، وللأسف شركة لوريال من أكبر الشركات المتورطة داعمة للكيان، عندهم مصنع هناك، المالكة ليهم بتدعمهم، واخبار وكلام كتير قديم عن تبرعات ضخمة بتدفع من عندهم للجيش. للأسف فعلا 90% من منتجات التجميل والعناية بالبشرة اللي احنا بنستخدمهم تبع ليهم، زي ماي واي، جورجيو ارماني، لوريال باريس، كارنيه، كريستيز، فيشي، لاروش، سيرافي، لانكوم، اف سان لوران، ميبيلين، ان واي اكس. فانا بطلب منكم انتوا كمان انكم تقاطعوهم، وبطلب من اي صانع محتوى عربي يهم القضية الفلسطينية انه يقاطعهم، ويبقى عنده الشجاعة هو كمان انه ياخد القرار ده ويطلع يعلن عنهم. مش هنموت لو احنا ما استخدمناش منتجاتهم، بس في كتير اطفال وابرياء هيموتوا لو احنا فضلنا نستخدمهم وندعم الاقتصاد بتاعهم اللي احنا في ايدينا ان احنا نقلل منه، ونعمل وقفة ضده وضد الهجمات اللي هم بيعملوها على الفلسطينيين الابرياء. ان شاء الله مستمرين على المقاطعة الى ان يثبت العكس، او يطلع ينفوا ان هم فعلا مش داعمين ليهم ويقولوا كلمة حق.